هو اه في رعب عندهم ان يحصل اي حاجه، وزي ما حضرتك عارف كان في بعض الاخطاء التنظيميه وبعض المشاكل وغيرها، مظبوط فهم ما عندهمش استعداد يحطوا نفسهم في هذا الموقف مهما كانت الاسباب. بالعكس السياج الامني هيبقى مفروض من الخارج، اه فاللي هيخش هي الاعداد فقط اللي مصرح بيها من الخارج، بمعاد وفي التذاكر. سياج امني وثاني وثالث قبل ابواب الاستاد نفسه طب علشان تفاديا لاي تكدسات ويبقى الدخول اه باي سهوله. وده اللي خلاني النهارده الحقيقه ان انا تواصلت مع وزاره الداخليه تمام لتامين دخول المتفرجين المصريين، وليا كان هدف معين وهو ان المتفرجين المصريين في ماتش بهذه الحساسيه يكونوا كلهم موجودين في مكان واحد ومحاطين بسياج امني كامل صحيح يمنع اي احتكاك بينهم وبين الجمهور الكاميروني. احنا في موضوع يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي ما فيهوش هزار، صحيح ما ينفعش ان انا اغامر بحياه او باي اصابه لاي مواطن مصري في الكاميرون، واي شراره صغيره ممكن تعمل مشكله كبيره جدا جدا. فاحنا تفاديا لكل هذا طلبت يعني تامين من اول نزول من الطائره وحتى الوصول الى الاستاد، بما فيه كوريدور امني من الاتوبيسات اللي هتوصل لابواب الاستاد لحد الدخول اه الى المكان المخصص للجمهور المصري. وكل هذا الكلام بحاول ان انا اظبطه. انا الحمد لله بكره هيكون عندي ميعاد مع السيد وزير الداخليه نفسه علشان نتفق على كافه التفاصيل، وهيجيب كل المعنيين علشان اشرح لهم مخاوفنا من ايه بالظبط. وهم طبعا عندهم مخاوف لان من مصلحتهم ان البطوله تعد ناجحه ولا تعد بطوله فاشله، او صحيح هي البطوله حدث فيها كذا وكذا وكذا. فهم كمان عايزين ينجحوا البطوله، الكاف ضاغط من ناحيته، احنا كدوله بنلعب في نصف النهائي بنضغط، وكذلك الدول الاخرى. فهم يعني ما اظنش ان هيهزروا في هذه التفاصيل الصغيره اللي هدفها الاول والاخير هو حمايه الجماهير والمنتخبات الاجنبيه على ارض الكاميرون. صحيح.